من حوالي 7 مليون سنة البشر وأشباه البشر انفصلوا عن الشمبانزي، والنهاردة هنتكلم عن ظهور الإنسان العاقل أو ما يعرف بالهوموسابينز اللي أنا وإنت بننتمي ليهم. أنا عبد الرحمن عمار وأهلا بكم في سبيس تايم مان. قبل ما البشر يظهروا كان في نوع من الكائنات الحية اسمه الأسترالوبيثيكوس أو ما يعرف بالقردة الجنوبية، ودول بيطلق عليهم أشباه بشر. قبل ما نتكلم عن ظهور الإنسان العاقل لازم نعرف ليه القردة الجنوبية اتسموا بأشباه بشر. خلونا في الأول نشوف إيه وجه الشبه ما بين القردة الجنوبية اللي هم أشباه بشر مع الشمبانزي اللي احنا انفصلنا عنه من حوالي 7 مليون سنة. الاثنين عندهم جمجمة ممتدة للخلف مع دماغ صغيرة. الوجه والفكين عند الاثنين ما عادوش مرتبطين بالجمجمة، بقوا منفصلين عنها. الاثنين عندهم كتف ومفاصل كويسة جدا لتسلق الأشجار. الاثنين عندهم أذرع طويلة وإيدين بأصابع منحنية. كده القردة الجنوبية أشباه البشر مشتركة في الصفات مع الشمبانزي. خلينا بقى نشوف القردة الجنوبية مشتركة في إيه مع البشر اللي هو الإنسان العاقل. الاثنين عندهم عمود فقري متصل من أسفل الجمجمة عشان يحافظ على ثبات الرأس. الاثنين عندهم حوض قوي وواسع عشان يدعم الجزء العلوي من الجسم ويفضل منتصب. لأنك لو لاحظت إن أشباه البشر اللي هم القردة الجنوبية دول أول أجناس يبقوا منتصبين، يعني يمشوا على رجلين. الشمبانزي كان بيمشي على 4 وبقيه الكائنات الحيه بيمشوا على 4، فبالتالي ده هيزود الضغط على الرجلين لما تمشي واقف بس. يعني الكائنات الحيه لما كانت بتمشي على 4 كانوا بيحملوا على 4 اطراف، بينما لما انت ماشي منتصب فانت بتحمل على رجلين بس، فانت عايز حوض قوي. ثالث حاجه مشتركه بين الاثنين عظام الفخذ منحنيه عشان الوزن كله يبقى متحمل فوق مفاصل الركبه. رابع حاجه الاقدام عندهم مضغوطه ومقوسه عشان تدعم وزن الجسم بالكامل مع كل خطوه بيمشوها. يعني القرده الجنوبيه فيها صفات من الشمبانزي وفيها صفات من البشر، عشان كده اسمهم اشباه بشر. من حوالي 2.5 مليون سنه اشباه البشر دول كانوا عايشين في شرق افريقيا وبداوا ينتشروا في بقاع الارض الواسعه. مجموعه منهم راحت غرب اسيا واوروبا، وطبعا اوروبا معروفه بالغابات الثلجيه والجو هناك برد جدا. والمجموعه اللي راحت هناك اتطورت لانسان اسمه انسان ياندرتال. طب انسان ياندرتال ده صفاته ايه؟ الذكر كان طوله 1.6 متر والانثى طولها 1.5 متر. الصدر بتاع النياندرتال كان ممتلئ باللحم والدهون وكذلك الجذع والاطراف الاماميه عشان ده يساعد إنسان ياندرتال يولد حرارة، لأنه زي ما قلنا كانوا عايشين في أماكن باردة جدا. كمان مناخيرهم كانت كبيرة جدا وده أدى إنه يبقى عندهم غرفة أنف دافئة، ودي كانت بترطب وبتدفي الهواء اللي كانوا بيتنفسوه. تاني مجموعة من القردة الجنوبية راحت شرق آسيا، والنوع ده استوطن شرق آسيا واتطوروا فيها، ولما راحوا شرق آسيا اتكيفوا واتطوروا هناك وظهر نوع من البشر اسمه هومو إريكتس أو ما يعرف بالإنسان المنتصب. والنوع ده من البشر يقال إنه عاش مليونين سنة، والنوع ده من البشر معروف باستخدامه الأدوات البدائية، يعني ده أول نوع من البشر استخدم الأدوات البدائية. المجموعة الثالثة من القارة الجنوبية راحت لجزيرة جاوا في إندونيسيا، واتطوروا الإنسان اسمه إنسان سولو. في جزيرة في إندونيسيا اسمها فلوريس، والبشر اللي كانوا عايشين في الجزيرة دي حصل لهم عملية تقزم، يعني بقوا سنافر. في أنواع بشرية كتير ظهرت جدا قبل الإنسان العاقل اللي هو إحنا الهوموسابينز اللي إحنا بننتمي ليهم، أنواع بشرية كتير كانت موجودة قبلنا. صحيح إن الإنسان العاقل شبه الأجناس التانية من الشكل الخارجي، ولكن طبعا إحنا جامدين جدا وبنتميز عن الأجناس التانية وعن القردة الجنوبية وعن القردة نفسها بحاجات كتير، ومنها دماغنا الكبير اللي احنا بنتفشخر بيه اللي وزنه 1400 سم مكعب. دماغ الإنسان بيشكل 3% من وزنه الكلي وبيستهلك 25% من طاقة الجسم أثناء الراحة، ولكن في أنواع تانية زي النسناس أثناء الراحة بتستهلك 80% من طاقة الجسم. طبعا الدماغ الكبيرة اللي عند الإنسان العاقل كان ليها أثر، يعني احنا بقينا ندور على أكل لمدة زمنية أطول. يعني زمان قبل الدماغ الكبيرة كان الواحد بيرضى بنصيبه، حتة سمكاية على ورك فرخة على بتاع بط، ولكن الوقت بقى لما بقى في دماغ لا انا عايز شاورما، انا عايز اكل شوربة صراصير، انا عايز فخد اخطبوط، فاحنا بقينا ندور على الاكل وبقينا نقضي فترة اطول بالاكل. تاني حاجة حصل لنا ضعف في عضلاتنا. طب ايه علاقة المخ بالعضلات؟ كل طاقة الجسم بدأت تتوجه للخلايا العصبية اللي في مخك، والطاقة اللي في الخلايا العضلية بدأ يحصل لها ضمور، لان الاولى انك انت تغذي الخلايا العصبية مش تغذي عضلاتك. البشر برضو بيمتازوا عن الكائنات الحية التانية انهم بيمشوا على رجلين، وهنا البشر دفعوا ضريبة كبيرة جدا. لما احنا مشينا على رجلين ودماغنا بقت اكتر بقينا نحمل وزن اضافي على العمود الفقري. العمود الفقري مش مناسب ومش مهيئ لينا تماما، والعمود الفقري مش مصمم للكائنات انها تمشي على 2. طب ما القردة الجنوبية برضو بيمشوا على رجلين بس ما عندهمش مشاكل، طب ليه؟ لو انت لاحظت الفرق ما بين الاسترالوبيثيكوس والانسان العاقل هتلاقي ان القردة الجنوبية الدماغ بتاعتهم صغيرة، ولكن في الانسان العاقل الدماغ عندنا اكبر، فزي ما قلت ده بيحمل وزن اكبر على العمود الفقري بتاعنا.
بتاعنا، وده بيسبب له مشاكل وآلام كتير. أما الست فدفعت ثمن أكبر. قناة الولادة بتاعت الست لما بقينا نمشي على رجلين بقت أصغر، يعني الحوض بقى أصغر، ودماغ الطفل اللي بتولد بقى أكبر. عشان كده الست وهي بتولد ممكن تموت من حوالي 800 ألف سنة. بعض الأنواع البشرية بدأوا يستخدموا النار، بس كانت استخدامات بسيطة، يعني لسه على قدهم، لسه مش عارفين النار دي إيه ولا عبارة عن إيه. ولكن من حوالي 300 ألف سنة الإنسان المنتصب، إنسان نياندرتال، وأجداد الإنسان العاقل بدأوا يستخدموا النار في حاجات كتير: الطبخ، الصيد، الدفاع عن النفس، الإضاءة، وحاجات تانية كتير. قبل اكتشاف النار الشمبانز وغيره من الكائنات الحية كانوا بياكلوا الأكل ني، عشان كده أسنانهم كانت جامدة والأمعاء بتاعتهم كانت طويلة وغليظة عشان يستحملوا يهضموا الأكل الني ده. بس لما البشر بدأوا يطبخوا ما عدناش بنعتمد على الأسنان بشكل قوي، فالأسنان بدأت تضعف والأمعاء حجمها بدأ يصغر عشان الجسم يوفر طاقة زي ما قلنا ويروح يوديها للمخ. من حوالي 70 ألف سنة الإنسان العاقل اللي هو الهومو سيبينز اللي هو أنا وأنت بننتمي ليهم انتشروا من شرق إفريقيا لشبه الجزيرة العربية. والإنسان العاقل لما وصل شبه الجزيرة العربية كان في أنواع بشرية تانية كتير. طب يا ترى إيه اللي حصل؟ هل الاتنين اتصاحبوا على بعض ولا حصل حرب بينهم؟ هنا بقى في نظريتين. النظرية الأولى العلماء بيقولوا إن حصل تزاوج ما بين الاتنين، ما بين الإنسان العاقل وإنسان نياندرتال مثلا، وناتج التزاوج ده هو إحنا، يعني إحنا عبارة عن هجين. بعض العلماء قالوا إن إنسان نياندرتال لما وصل شبه الجزيرة العربية ادى على إنسان نياندرتال على قفاه وطرده، لأن الاتنين ما ينفعش يحصل لهم عملية تزاوج بسبب اختلافات كبيرة بينهم. طب يا ترى إيه الرأي الصح؟ العلماء لما فحصوا الجينات لقوا إن فعلا حصل تزاوج بين الاتنين. طب أنت ممكن تسأل نفسك سؤال، طب ليه الأنواع البشرية التانية انقرضت؟ يعني هومو نياندرتال، هومو إريكتس، الأنواع البشرية التانية انقرضت ليه؟ عشان نجاوب على السؤال ده لازم نعرف هي ليه الكائنات الحية بتنقرض. علم البيولوجي ديفيد روب بكتاب الانقراض قال إن الكائنات الحية بتنقرض عشان سببين، يا إما حظ سيء أو جينات سيئة. حظ سيء زي ما حصل مع الديناصورات، الديناصورات كانت عايشة طبيعي جدا، فجأة إجا نيزك دمر الكوكب، فحظها كان وحش، حظها وحش. أو جيناتها سيئة، يعني حصل تغير في البيئة اللي هي عايشة فيها بس جيناتها مش عارفة تتأقلم مع التغيرات دي فماتت فانقرضت. العلماء قالوا إن الأنواع البشرية التانية انقرضت لأن الإنسان العاقل كان ذكي وعبقري في استخدام الأدوات، وكان بيقدر يصطاد الأكل بمهارة عن الأنواع البشرية التانية. عشان كده بدأت أعداد الإنسان العاقل في ازدياد والإنسان نياندرتال بدأ يقل ويضمحل. ومن حوالي 10,000 سنة بس النوع البشري الوحيد اللي فضل موجود هو الإنسان العاقل. طبعا الإنسان كان مفكر نفسه إن هو شيء مهم جدا لأنه كان معتقد إن الأرض مركز الكون، بس كوبرنيكوس قال لأ، وكان مفكر إن هو أفضل من الكائنات الحية التانية، إن هو أفضل كائن حي على وجه الكرة الأرضية. ولكن داروين لما حط كتاب أصل الأنواع اثبت إن الكلام ده خاطئ تماما. أنت نوع بشري وكان في قبلك بشر تانيين، فأنت مش مميز. من حوالي 50,000 سنة إنسان سولو انقرض، بعدها بفترة يختفي إنسان دينيسوفا، من حوالي 30,000 سنة إنسان نياندرتال ينقرض، أما الإنسان الشبيب الأقزام فينقرض على جزيرة لورنس قبل 12,000 سنة. كل دول ماتوا وتركوا وراءهم آثار، كل دول ماتوا وتركوا وراءهم أدواتهم البدائية اللي استعملوها. طب إيش معنى الإنسان العاقل هو النوع البشر الوحيد اللي فضل موجود؟ إنسان نياندرتال قلنا إن هو قدر يتكيف مع الظروف الجوية السيئة وكان عنده عضلات وكان، يعني ليه ما فضلش موجود؟ ليه انقرض؟ هو مؤريكس كان معروف ان هو عبقري في استخدام الادوات البدائيه، ليه انقرض؟ اسئله كتير ولكن للاسف اجابتها غير مؤكده الى الان. بس الشيء المؤكد ان الانسان العاقل كان فيه ميزتين خلته يفضل لحد الان: اللغه اللي هو بدا يستخدمها ويتواصل مع الناس التانيين، وتاني حاجه الذكاء اللي خلاه يبتكر ادوات ويصنع حاجات تخليه يتخطى الصعوبات اللي مر بيها. في الحلقه الجايه هنكمل رحله الانسان العاقل. يا ترى الانسان العاقل بعد ما احتل شبه الجزيره العربيه راح فين وعمل ايه وقصته كانت ايه؟ لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك لان ده بيدعمنا جدا وبيدعم صنع محتوى. لو انت بتتابعنا على اليوتيوب ما تنساش تعمل اشتراك. في النهايه ما تنساش تبص على المصادر لان كل الكلام اللي قلته ممكن يكون غلط، وافتكر دايما ان مفيش اي شخص عنده الحقيقه المطلقه. سلام.